تحت شعار نهر الذهب، وفي حفل غنائي استعراضي متعدد الوسائط يحكي قصة مدينة جرش عبر التاريخ. ينطلق بعد قليل مهرجان جرش للثقافة والفنون بنسخته 37. وبالتزامن مع إطلاق فعاليات مهرجان جرش، تنفذ مديرية الأمن العام خطة أمنية ومرورية شاملة بهدف الحفاظ على الأمن والنظام وضمان الأجواء الملائمة طيلة أيام المهرجان. بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 37، باشرت مديرية الأمن العام بكافة وحداتها وتشكيلاتها تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية، والتي ستنفذ تباعاً وضمن نسق احترافي هادف وبتشاركية مع إدارة مهرجان جرش والأجهزة الأمنية الأخرى والحكام الإداريين للحفاظ على الأمن والنظام طيلة أيام المهرجان. قامت مديرية الأمن العام بوضع خطط أمنية شاملة لتنظيم المهرجان، بدءا من وضع خطط أمنية خاصة بقدوم الزوار من خلال خطة سير محكمة، وأيضا توفير أماكن اصطفاف مركبات خاصة بهم، وأيضا وضع خطط أمنية داخل المهرجان وتنظيمها حسب طبيعة الفعاليات وتسهيل حركة دخول الزوار من خلال تنظيم الفعاليات والأبواب الخاصة بكل فعالية. وأيضا قامت مديرية الأمن العام في هذا العام بتوفير خدمات أمنية جديدة، منها توفير عيادة طبية متنقلة وشاملة وكاملة، بالإضافة لمساعدة كوادر الدفاع المدني. وتؤكد مديرية الأمن العام على أهمية تعاون المواطنين وزوار المهرجان للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ويمكنهم من الدخول والخروج إلى كافة مواقع المهرجان بأجواء ملائمة تتيح لهم الاستمتاع بكافة فقراته وفعالياته. مهرجان جرش الموصوف بصانع النجوم يستضيف هذا العام أسماء لامعة في سماء الطرب والفن محليا وعربيا ضمن توليفة متناغمة. وبالتزامن مع فعاليات جرش، تعقد أمسيات موازية في العاصمة وبعض المحافظات حتى 5 آب تحت شعار ويستمر الفرح. نقترب أكثر من أجواء انطلاق فعاليات مهرجان جرش مع مراسلنا من هناك صهيب المومني. أهلا بك صهيب. إذا جرش تستقبل في هذه الأثناء زوارها، كيف رصدت استعدادات هذا العام وما الذي يميز نسخة هذا العام عن النسخ السابقة؟ نعم، يعني لنا مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. ويستمر الفرح، هذا هو شعار المهرجان بدورته 37، يعني تجهيزات على قدم وساق منذ عدة أشهر للجهات المعنية وتحديدا لكوادر البلدية التي رصدناها بالموقع. يعني ما يميز هذا المهرجان العام ليس فقط النجوم الذين سيتواجدون على مسارحه، سواء المسرح الجنوبي أو المسرح الشمالي أو حتى أمسيات الشعر التي ستعقد في شارع الأعمدة وفي المسارح الصغيرة، لا بل هناك 1000 مشارك بحسب ما أكد به رئيس البلدية من المجتمع المحلي سيكونون موجودون، لهم فعاليات خاصة، منهم أشخاص منتجين وأيضا لترويج منتجاتهم، المنتجات الجرشية، وأيضا هناك مشاركة ل10 أشخاص من ذوي الإعاقة للمرة الأولى ستكون في هذا المهرجان. يعني إذا ما تحدثنا عن التجهيزات الآن، هناك تجهيزات لبدء انطلاق حفل المهرجان الرئيسي الذي ستوقد به شعلة المهرجان 37. يعني هناك جهود عظيمة قامت بها الكوادر المعنية بذلك من أجهزة أمنية وأيضا وزارات متعددة بالإضافة إلى البلدية. بدأ قبل قليل الحضور والمدعوون إلى حفل الافتتاح يتهافتون إلى المدرج الشمالي لحضور فعالية الافتتاح الرسمي. طبعا هذا برعاية ملكية، وإلى غاية هذه اللحظة لم يتم الافتتاح، لكن التجهيزات على قدم وساق. هذه هي الصورة من هنا من المدرج الشمالي، أنقل لك الكلمة في استوديو الأخبار. شكرا لك صهيب المومني مراسلنا من جرش. غداة إقراره في اللجنة القانونية، يشرع المجلس النيابي غدا بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، تضاف إليه 3 مشاريع قوانين أخرى. وفي أول تعليق أمريكي رسمي على مشروع القانون الذي يثير زوبعة من الانتقادات المحلية، ذكرت واشنطن أن القانون المقترح يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، ويقلص الحيز المدني المتاح في الأردن.
هذا التعليق الاستثنائي لكبرى الدول المانحة جاء بعد ساعات على إحداث قانونية النواب تعديلات طفيفة على مشروع القانون، تضمنت تخفيض الغرامات في بعض بنوده إلى النصف. نبحث في تعديلات قانونية النواب والفروق بينها وبين مشروع الجرائم الإلكترونية مع ضيفي عبر الهاتف المحامي والخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير. أهلا بك أستاذ يحيى. بالبداية، كيف تنظر إلى التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد القانون، وهل برأيك لها أثر جوهري على القانون برمته؟ شكرا للاستضافة. التعديلات بصراحة طفيفة جدا، ولم تتناول الهيكل العظمي للقانون ولا الكلمات الفضفاضة فيه ولا شطب الأخبار الكاذبة وشو الفرق بينها وبين الزائفة وبين اغتيال الشخصية أو النيل من وحدة الوطنية. استبدلوها بمصطلح أكثر غموضا تستهدف السلم المجتمعي، على الأقل الوحدة الوطنية في الأردن في قرارات محاكم وسوابق فسرت متى تكون جريمة ولا تكون جريمة. كلمة السلم المجتمعي هاي أول مرة تدخل في تشريع. نعم، تتحدث عن المادة 17. نعم، السلم المجتمعي هي بيستعملوها في مصر بس عندنا ما في، والتطبيقات في مصر كثير تضيق على حريات أي واحد كذا. السلم المجتمعي مثل ما تفضلتي، خفضوا العقوبات بين الحد الأدنى، خفضوا أدنى عقوبة بالغرامة من الخمس الى النصف، وهي تقريبا يعني بتمها غالي بالنسبه للدخل في الاردن وكذا، وبتزيد الرقابه المسبقه عند الناس وكذا. لكن الاهم من ذلك انه بقاء الحبس والغرامه وليس كلمه او، الحبس او الغرامه على غرار التشريعات العقابيه في الاردن والقوانين المكمله لها. هذا القانون كلياته حبس وغرامه، والقاضي ما تركنا له الخيار بما يسمى بالقانون التفريد العقابي. حسب شخصية الجاني القاضي أحيانا بحكم على واحد أسبوع بالحبس وثاني بعمل أسبوع مستبدلا بالغرامة، ونفس الجرم بيكون، لأن نعم. القاضي مش هدفه الانتقام من هذا الذي أخطأ. نعم، إذا أستاذ يحيى، أنت ترى أن التعديلات طفيفة ولم تتناول لنقل النقاط الساخنة أو كما وصفتها بالهيكل العظمي. بحديثك عن الفقرات أريد أن أتوقف عند الفقرة جيم من المادة 19 التي أضافتها اللجنة. هذه الفقرة تتحدث عن عقوبة لمن ينشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن، وإن كان مصرح له بتسجيل هذا المقطع أو التقاطه. كيف تؤثر هذه الفقرة تحديدا على وسائل الإعلام؟ هاي الفقرة، على فكرة ما كان كلمة النشر مش فقط مقصودة بوسائل الإعلام، حتى أي إنسان، بس يعني في شغلات أهم منها. بس بما أنك سألت السؤال، حتى في عرس أنت مدعوة على عرس وصورتي أو وكيلة بنت بتصور مهنتها المصورة، واحيانا بتعرف عرس النساء بتكون لابسه كذا كذا وتروح تسربهن لجهه ثانيه. هاي المقصود فيها على فكره، مش مقصود شيء ثاني. رقم واحد. رقم اثنين، في بالمحاكم الاردنيه امثله يعني اثناء قيام الزوجيه واحد بيصور هو مرته وده في وضع حميم، وفي قضيه مؤخرا نظرت في القضاء وصدرت فيها حكم بالحبس وبالغرامه، بعدها اتطلقوا والمحكمة حكمت للمرأة بالحضانة أطفالها، صار يهددها إما بتعطينا أطفالي أو بنشرها، وفعلا نشرها وودها لأقرباها وما أشبه ذلك، ولحسن الحظ عرفوا وين موقعه وهو بفكر حاله إنه بدوش. هاي المقصود فيها. بس في جرائم بصراحة في أمور أكثر خطورة تتحدث عن حرية التعبير. لكن لنكون نزيهين، أنا 40 سنة بالمهنة، أنا أرحب
وأثني على الإضافة القيمة القيمة اللي أوردتها اللجنة بإضافة المادة 18 كمادة جديدة ألف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن كل من ابتزأ أو هدد شخص آخر بحمله على القيام بفعل أو امتناع، وبتتشدد العقوبة إذا كان استخدم الإسنادات أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو كذا. نعم. ببعث صور بنشرها على الفيس إذا ما تعطيني، وفي قرارات المحاكم الأردنية هاي الإضافة الوحيدة اللي بعتبرها إضافة من باب النزاهة، لكن بصراحة اللجنة قصرت في المعالجة الحقيقية لما نعم اتضحت الفكرة والمحامين والمجتمع. نعم أستاذ يحيى، واشنطن علقت استثنائيا على القانون اليوم، يعني برأيك ما دواعي ذلك؟ شوف العالم صار قضية صغيرة، يعني هسه في سبق في دول احد سفرائهم تحدث عن عدم ترخيص لاذاعه اردنيه والاردن احتج على هذا المساله، وهي قيمه الحريه وحريه التعبير في الولايات المتحده، وفي انا رحت على الولايات المتحده مرتين وفي الدول الاوروبيه بعتبروها قيمه مثل قيمه الكرم عند العرب ومهمه جدا. انا ما بعتقد كثير يعني نحول الموضوع انه طلعوا، ولا احنا بنحكي عن حقوق الاردنيين مش الصحفيين على فكره. الصحفيين الأقل تضرر من هذا القانون. أنا بقول الدستور الأردني قال تكفل الدولة 3 مرات لكل أردني. وبهذا الصدد أستاذ يحيى، عذرا الوقت يداهمني، بهذه الجزئية كيف تفرق بين تعديلات قانونية النواب ومشروع الجرائم الإلكترونية؟ أستاذي التعديلات الطفيفة هاي ليست قلة كفاءة في اللجنة القانونية بس بسبب الاستعجال وقلة الوقت، والنقطة الأولى إن الحكومة لم تجري أي مشاورات لا مع خبراء ومجتمع المدني وأحزاب، وبنحكي عن تحديث سياسي ونساء وشباب وكذا، ورمت الكرة على مجلس النواب. نعم. هذا السبب الأساسي اللي مش جودة التعديلات اللي قدمتها اللجنة القانونية مش كما نتمنى. نعم، شكرا لك المحامي والخبير في قانون الإعلام يحيى شقير، كنت معنا عبر الهاتف. ستطرح وزارة التربية والتعليم عطاء حوسبة امتحان الثانوية العامة على نسق الامتحانات الدولية. هذا ما كشف عنه وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة خلال اجتماع نيابي حكومي لبحث الملاحظات حول امتحانات الثانوية العامة. وأوضح محافظة أن أسئلة الامتحان المحوسب ستكون متنوعة، وسيكون للطالب حرية اختيار المواعيد التي سيتقدم بها للامتحان. وقال إن نموذج الامتحان سيحاكي نماذج الامتحانات الدولية، لكنه لم يكشف عن موعد إقرار النظام المحوسب الجديد في امتحانات الثانوية العامة. وحول التوجيه هذا العام، قال محافظة إن الغش هذه الدورة جاء بتكنولوجيا متقدمة لأول مرة منذ سنوات، إذ استخدمت كاميرا النظارات وأزرار القمصان. وسئل الوزير عن الآلية التي جرى من خلالها تصحيح أسئلة امتحان الكيمياء خلال 12 ساعة بعد شكاوى من صعوبته واتهامات بأسئلة من خارج المنهاج، فكان جوابه أن التصحيح جرى باستخدام الماسح الضوئي الذي يصحح 6000 ورقة في الساعة. طلبنا من إدارة الامتحانات أن تبدأ فورا بتصحيح الامتحان، طبعا لدينا ماسح ضوئي يصحح 6000 ورقة في الساعة، فكان سهل سهروا للخميس وإلى بعد ظهر الجمعة وصحوا كل أوراق الكيمياء وتطلع على الكمبيوتر دغري. هذا تصحيح مبدئي مش نهائي بالتأكد، يعني تصحيح مبدئي بمعنى إنه اللي بيحكي اللي بيخدموا بالتربية بيعرفوا. تبين انه 691 طالب عندهم علامه كامله، وعندنا نسبه النجاح 77.9%.